إذن مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة قلعة سرغنة. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا، احنا مازلنا ما تخلصناش من الوباء، مازال الوباء تيهدد، يعني كيهدد بلادنا وتيهدد المواطنين ديالنا. وكما كتشوفوا اليوم في هذا البث المباشر هنا هاد الفئه اللي جات باش تستفد من الدعم ديال تيشير الدعم المدرسي، كنشوفوا ان هنا كما كتلاحظوا مشاهدينا هنا ما كاينش مسافه الامان، وكنتمنوا من هاد المواطنين كنتمنوا باش يكون تباعد، يكون ارتداء الكمامه، يكون بزاف ديال الحوايج. كما كتشوفوا مشاهدينا ما كاين حتى شي حاجه، لا مسافه الامان ولا حتى شي حاجه، كاننا ما عندناش الوباء في بلادنا. رغم ان قلعه سرغنه او اقليم قلعه سرغنه في المنطقه رقم واحد، لكن في اي لحظه في مثل هذه الحالات ممكن لا قدر الله نرجعوا للمنطقه رقم جوج، او نرجعوا نطبقوا حاله الطوارئ الصحيه بالمنازل. إذن متابعينا كما كتشوفوا هنا ما كاينش مسافه الامان، نتمنى منين جيتوا سيدي من القلعه، منين جيتي شريف؟ منين جيتو؟ من المرك تاخذوا الفلوس ديال الدراري. جيتوا اليوم ولا جيتي قبل؟ لا جيت اليوم مع الصباح. جيت اليوم مع الصباح. واخا سيدي تفضل، هضرنا قلنا شنو علاش جيتوا اليوم. تفضل خذ هذا، خذ هذا. سامعك، علاش جيتوا اليوم سيدي هنا؟ الدعم ديال الدراري. وكنشوفوا هنا ما كاينش مسافه الامان، كاين الزحام، كاين ايوا مضيقين شويه. اه مضيقين، ولكن خصنا شويه النظام. دايرين النظام، هما دايرين اللي مستمر، دايرين الكريات. واخا سيدي، ولا انت كنشوفكم تباعد بعد الحمد لله. تراجع اللور، داير الكمامة الحمد لله، الحمد لله معليش. إذن مشاهدينا كما كتشوفوا معنا هذا البث المباشر في مدينة قلعة أسرغنة. هنا كما كتشوفوا معنا ما كاينش مسافة الأمان، رغم أن الإقليم في المنطقة رقم واحد، ولكن هذا ولو في المنطقة رقم واحد خصنا مسافة التباعد، خصنا نلتزموا. نلتزموا بمسافة الأمان، ونلتزموا بارتداء الكمامة كذلك، ونخليو مسافة بيناتنا باش لا قدر الله، لا قدر الله كانت شي حاجة، فما نكونوش معرضين أنفسنا والمواطنين ديالنا والأبناء ديالنا والعائلات ديالنا لهذا الوباء الخطير. ممنوع التجمعات. إذن مشاهدينا كما كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر من قلعة سرغنة، هاد الناس اللي جاو اليوم باش يستافدوا من الدعم المدرسي، دعم تيسير، لكن ما كاينش احترام مسافة الأمان. اللي كينص عليها القانون ديال حالة الطوارئ الصحية، فنتمنى من المواطنين ديالنا الالتزام بهاد القوانين المعمول بها خلال هاد الفترة اللي كتمر منا بلادنا زمن كورونا. إذن مشاهدينا إلى هنا نصل إلى نهاية هاد البث المباشر من قلعة أسرغنة، نلتقي في مباشر آخر إن شاء الله. تحية للجميع.